بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من محاضرتنا الخامسة هو راح ناخذ أمثلة على قانون نيوتن الثاني. المثال الأول، عندي كتلة هنا طبعا 200 باون، وقلنا الباون مرة يستخدمه ككتلة ومرة يستخدمه كقوة. يعني فشون أعرفه أنا سب السؤال هاي 200 باون، شون أعرفه؟ هل هو هذا وزن الجسم لو كتلته؟ طبعا أعرفها من المنطوق مع السؤال. شو يقولوا هنا؟ يقول 200 باون بلوك. طبعا ما جاب طاري للكتلة. إذا يقصد به الكتلة فهو هنا شو راح يقول؟ راح يقول الماس 200 باون أوف 200 باون ويسكت، يعني يعطيك كلمة ماس. بما أنه هنا ما قايل ماس، فإذا هاي تعتبر وزن، نأخذها كوزن. فعندي جسم وزنه 200 باون، أثرت عليه قوة مائلة بزاوية 30، طبعا هاي القوة بالربع الرابع، زين أثرت عليه. يقول ما هو مقدار هذه القوة؟ شقد قيمتها بحيث تنطي لهذا الجسم تعجيل نحو اليمين مقداره 10 قدم على الثانية تربيع، ونعطيني معامل الاحتكاك الحركي ميو كي يساوي 0.25. شلون نتعامل ويا هيجي سؤال؟ اول شيء انا بقانون نيوتن الثاني احتاج الكتلة، فاقسم الوزن على التعجيل يعطيني الكتلة، طلعت 26 باون سكن تربيع على القدم، وهذا طبعا وحدة الكتلة بالنظام الانج اللي هي سلق، هي سلق، زين هاي وحدة. هسا اجي ارسم مخطط الفري بودي دايجرام للمسألة مالتي واطبق عليها قانون نيوتن. اللي هو شنو هو قانون نيوتن؟ summation of F يساوي MA. فعندي طرفين summation of F، الطرف الأيسر راح أخلي الجسم والقوة اللي عليه، هذا الجسم بوزن 200 باون هاي وحدة، عليه هاي القوة بي بزاوية 30 هاي 2، أكو رد فعل عمودي من الأرض على الجسم أسمي فد رمز معين أقول N، وعندي قوة احتكاك لأن هذا الجسم راح يتحرك وين من يصير تعجيله لليمين، إذا حركته وين راح يصير؟ حركته لليمين، إذا قوة الاحتكاك معاكسة لاتجاه الحركة، فإذا قوة الاحتكاك يصير عكس الحركة اللي هو نحو اليسار F، زين. وبعدين أخليه يساوي وبعدين الطرف الثاني هو شنو؟ MA. فهذا الجسم هاي كتلته 26 سلاك، وأخلي له هذا الانيرشي فورس، الانيرشي فورس اللي قلنا هي حاصل ضرب الكتلة في التعجيل. وهنا جاي يقول to the right. ليش ما خليتها مائلة بزاوية؟ لا هنا، لأن هو جاي يمشي على الأرض، فحركته دائما تصير بالأكس، حركته تصير بالأكس، ما بي حركة بالواي، حركته بالواي تساوي 0، لأن هاي الأرض تمنع حركته بالواي. بعد أن رسمته أطبق قانون نيوتن، ألاحظ عندي قوة بالواي وعندي قوة بالأكس، فأنا القوة بالأكس مثل أخذها القوة بالأكس summation of fx fx، يعني هسه أنا قانون نيوتن راح أطبقه مرتين، مرة على القوة بالأكس ومرة على القوة بالواي. fx يساوي m في الـ a. هنا شنو عندي؟ fx عندي b كوساين 30، هاي مركبة b
وبعد عندي ناقص اف، هاي ناقص اف، اف احسبها منين؟ من ميو كي في الان، معامل الاحتكاك الحركي في رد الفعل العمودي 0.25 في ان. زين، انا الاي ايضا نعطيها بالسؤال 10، فراح اقول بي كوساي 30 ناقص 0.25 في الان، وهاي يساوي الام اي، الام اي الام ايش قد؟ 26، اضربها في 10 اللي هو التعجيل، فتطلع هاي المعادلة بي كوساين 30 سالب 0.25 ان يساوي 26 او 62.1 باوند. اجي للجزء الثاني سميشن اوف اف واي، هنا ليش يساوي صفر؟ لان الجسم ما بي حركة بالواي، فتعجيله سرعته ازاحته سرعته تعجيله كلها صفارة، فهذا شو راح يصير؟ summation of f y يساوي m a y، هذه summation of f x يساوي m a x. زين، فال a y صفر في الكتلة، راح يصير عندك هذا الطرف صفر، فأجمع القوى شو أقول؟ n للأعلى موجبة ناقص 200، هاي 200 ناقص، وناقص b sin 30، ناقص b sin 30 ناقص 200 راح يساوي صفر. هاي معادلة بها N و B، وهاي المعادلة بها N و B، أحلهم بأي طريقة من طرق حل المعادلات يعني الخطية، عندي معادلتين خطيتين بهم مجهولين، فيطلع ب 151 باوند، 151 باوند. شوف هذا المثال اثنين هو نفس المثال الأول نفسه، بس هنا شنو الطاق بوحدات المتر، نظام المتري الاس اي يونتس، فهنا شوف قال لك 80 كيلوغرام، رسن تعرف هاي كتله، رسن تعرف هاي كتله، بعد ماكو داعي اقسم على التعجيل حتى، لان بذاك السؤال الثاني وزن، اوكي، وتحله بنفس الطريقه، يعني نحل بنفس الطريقه. هاي استفاد منها انا شنو؟ هاي هسه هاي الكتلة، من الكتلة طلع الوزن، هذا شوف الوزن هنا طلع اضربه بالتعجيل، فهنا هاي الكتلة اضربه بالتعجيل على مدى طلع الوزن، لان هو مطيني الكتلة فطلع الوزن. بالسؤال اللي قبله هو ايش مطيني؟ مطيني الوزن واطلع منه الكتلة بنفس الطريقة، فبي يطلع لها مقدار معين، يعني ما نرجع عليه بعد لان افتهمنا شلون نحل هذا المثال. المثال الثاني، المثال الثاني عندي كتلتين، الكتلة A 100 كيلوغرام والكتلة B 300 كيلوغرام، الكتلة A خلينها على سطح افقي، تتحرك على سطح افقي، شادين بها حبل، هذا الحبل ملتف على بكرة ثابتة، هاي البكرة ثابتة اسمها دي، البكرة دي، وبعدين الحبل نازل على بكرة متحركة اسمها سي، وبعدين ملتف الحبل هذا وراجع مثبت بالبكرة الثابتة، يعني هنا هذا طرف ثابت، هذا الحبل خلاص هذا من بدأ والتف، وبعدين شادين حبل ثاني، يعني انا هنا هذا السؤال بحبلين، حبل ثاني من البكرة المن للكتلة بي، هذا الحبل الثاني. زين زين، فس يقول the two blocks start from rest، يقول يعني من الريست يعني من السكون بدأوا يتحركون، the horizontal plane هذا البلين المستوي يعني الافقي، and bully and are frictionless، يقول هذا المستوى الأفقي frictionless، يعني ماكو احتكاك، معناه يقصد frictionless يعني عديم الاحتكاك، وبعد ياهو والبولي همه، هاي البولي أيضا ما بيها احتكاك، ما بيها احتكاك. زين، and the bully is assumed to be negligible mass، ايضا البولي حتى هنا احتكاك ماكو،
كتلها تساوي صفر، يعني ما بيها اي كتلة، او اهمل كتلها. جد determine the acceleration of each block and the tension in each cord. جد تعجيل كل من الكتلتين، يعني تعجيل A يريده وتعجيل B. ويريد الشد بالحبل هذا الأول، هذا قلنا هذا اللي بعده هيش وملتف وراجع هنا، وأيضا يريد الشد بهذا الحبل، يريد الشد بهذا الحبل. هذا السؤال طبعا بي قسمين، بي كايناماتكس وبي كاينتكس. الكايناماتكس لأن أنا هنا عندي بكرات وإزاحات، فلازم أشوف العلاقة بين إزاحة الجسم A وإزاحة الجسم B. لو باوع هنا الحبل هذا، هاي البكرة C حبلين، شوف يعني هذا الجسم B، الجسم B متصل بحبلين، حبلين يعني إذا طلع العلاقة بين إزاحة B وإزاحة A فمتصل بحبلين، وأي بها حبل واحد، شنو معناه؟ معناه الإزاحة مال B أو إزاحة C هم كلهم هذا البكرة والجسم اثنينهم يتحركون بنفس المقدار، فإزاحة B تساوي نصف إزاحة A، بمعنى إزاحة B تساوي نصف إزاحة A. فأنا شكتب أكتب XB ناقص نصف XA يساوي كونستانت. أعيدها، XB ناقص نصف XA يساوي كونستانت. احنا اش عجب كتبنا ناقص، دائما نكتب زائد. طبعا الزائد ليمتى نكتبها؟ نكتبها اذا تصير الإزاحات وحدة عكس الثانية. فمن اكتب زائد هنا من تنتقل للطرف الآخر تصير سالبة، يعني إزاحة B تصير عكس إزاحة A. إذا خليت هنا موجبة، إذا خليت XA نصف XA موجبة ونقلها هنا شو تصير؟ تصير سالبة. فشنو معناها؟ معناها XB زين يساوي نصف XA وإشارتها سالبة، يعني باتجاه معاكس. هنا في هذا الرسم أشوف B و A اثنينهم بنفس الاتجاه، يعني A ما تتحرك لليسار حتى وهاي تنزل للأسفل حتى أقول زائد، بما أنه يتحركون اثنينهم بنفس الاتجاه فأخلي شنو ناقص على مود من أنقلها هنا شو يصير؟ أصير موجبة، فيصير XB يساوي ناقص XA. بس أخاف واحد يسأل عليها أصلها شنو؟ XB ناقص نصف XA يساوي كونستانت، ونقل الـ XA للطرف الآخر وصارت هاي العلاقة بين إزاحة B وإزاحة A. زين، أنا أيضا بعدين سرعة B تساوي نصف سرعة A، وتعجيل B يساوي نصف تعجيل A، يعني نفس معادلة الإزاحة. اللي هنا انتهى الكايناماتيك، بس عرفت الإزاحات والتعجيل، يعني العلاقة بين الإزاحات والتعجيل، انتهى موضوع الكايناماتيكس. يبقى هسه عندي موضوع الكاينتيك اللي هو قانون نيوتن الثاني. أنا كم جسم عندي؟ جسمين، فراح أطبق قانون نيوتن على الجسم A وأطبق قانون نيوتن على الجسم B. شوف هذا الجسم A، هذا الجسم A شنو بي؟ أرجع له، شنو بي؟ بي وزن 100 كيلوغرام، فيصير وزنه للأسفل. بي رد فعل عمودي، هنا ماكو احتكاك لأن هو يقول فريكشنلس، وأيضا هنا حبل من قطعة راح يصير شد بالحبل، فراح يصير اتجاه الحبل الشد بالحبل نحو اليمين. أنطي رمز T1، هذا الشد بالحبل، هذا الوزن للأسفل، وهذا رد الفعل العمودي للأعلى. هاي اللي يساوي أروح للطرف الثاني، أخلي الجسم A أكتب عليه الكتلة مالته 100 كيلوغرام، وأخلي الإنيرشيا فورس، الإنيرشيا فورس اللي هي كتلة A، هاي MA يعني كتلة A في الـ AA يعني تعجيل A، كتلة في التعجيل MA اللي هو هذا الإنيرشيا فورس.
زين هسه هم عندي قوتين، شوف عندي قوة باتجاه اكس وعندي قوة باتجاه واي. باتجاه واي ما تفيدني انا، ما تفيدني لانه تعجيل يساوي صفر، زين تعجيل يساوي صفر، فما استفاد منها الا اذا يطلب مني يقول لي مثلا طلع لي رد الفعل العمودي. فهاي هسه اقول لكم شلون اذا 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 استخدمها. هاي شو يصير؟ summation of x fx يساوي ma في ال aa. زين هسه الفورس بالطرف الايسر شنو عندي؟ t1، هذا t1، وهذه عندي ام اي اللي هي 100 في الاي اي، فعندي مجهولين تي 1. واذا هسه تروح على العموديه شو تقول؟ تقول summation of اف واي يساوي صفر، قلنا لان الاي الاي التعجيل باتجاه واي يساوي صفر، يساوي صفر، فراح يطلع عندك دبليو او ان ناقص دبليو اي يساوي صفر، وبالتالي رد الفعل راح يساوي الوزن وتقدر تحسبه. ما محتاجة انا هنا، ما احتاج ان. ليمتى احتاج ان؟ اذا يصير عندي قوة احتكاك، فقوة الاحتكاك هي معامل الاحتكاك في رد الفعل العمودي. بهيج حالة انا اقدر احسبه حتى استفاد منه في حساب قوة الاحتكاك. هذا خلصنا من الجسم A. نجي للجسم B. هذا الجسم B. بالجسم B عندك شغلتين يتحركن. جسم B عندك جسمين يتحركن. اولا الجسم B هو نفسه يتحرك، وثانيا عندي هاي البكرة ايضا هم تتحرك. هسه هذا الجسم B هذا من يتقدم، شوف هذا الحبل راح ينزل، وبالتالي هاي البكرة راح تنزل وياه ويا الجسم. فأنا هنا على فري بودي دايجرام راح أرسم مال مرتين، مرة أرسمه للجسم B. ش عندي؟ عندي هنا شد بالحبل، وين يا حبل؟ الحبل الثاني. بعد أنا ذاك الحبل خلصت منه الأول، الحبل الأول خلصت منه اللي هو يا حبل، هذا الحبل خلصت منه. هسه أنا جاي أحكي على هذا الحبل الثاني، هو هذا ما له علاقة بالحبل الأول، فأنا القوة بالحبل الأول الشد سميته T1، هذا القوة بالحبل الثاني تختلف عن القوة بالحبل الأول، لذلك أنطيها غير رمز، فهي راح أسميها T2 واتجاهها راح يكون للأعلى، الوزن مال 300 كيلوغرام يصير للأسفل، وزن 300 كيلوغرام للأسفل، شوف T2 للأعلى، هذه منين جبتها؟ الوزن. الوزن شو يساوي مال الكتلة بي؟ تساوي الكتلة بي في التعجيل الأرضي 300 في 9 واحد ما طلع 2940 نيوتن، هذا طلع 2940 نيوتن، يساوي شوف هذا التعجيل مالته للأسفل، الانيرشيا فورس مالته للأسفل، لأن هو نزوله للأسفل، فأخلي الكتلة ام بي تساوي 300 كيلوغرام، وأخلي الام في الاي اتجاهها وين؟ للأسفل، وطبق عليها قانون نيوتن، اقول summation of f y لان كلها بالواي، فشنا بالاف واي شو يساوي؟ راح يصير انا هسه راح اعتبر هذا موجب وللاعلى سالب، فراح يصير 2940 ناقص تي 2 هذا الطرف الايسر يساوي الطرف الايمن شنو عندي؟ عندي 300 في تعجيل بي، 300 في تعجيل بي. زين هاي وحدة. الشغلة الثانية هسه أنا أي بي عندي علاقة بين أي بي وأي أي اللي هي شنو؟ هاي طلعتها بالبداية، عندي علاقة من الكايناماتيكس، طلعت العلاقة بين تعجيل أي وتعجيل بي، تعجيل بي يساوي نصف تعجيل أي، فهاي العلاقة الثانية المعادلة الثالثة أعتقد إيه المعادلة الثالثة هذه. ش عندي؟ عندي تي 2 وعندي اي بي، شوف هاي تي 2 اي بي، اقدر اشيل اي بي واخلي نصف اي اي، فصير عندي معادله تي 2 وعندي اي اي. زين هسه نروح للبوليسي، هاي البوليسي طبعا البولي الحبال ما تتحرك،
عبال ما تتحرك زين، فايش راح يصير عندي؟ هذا راح يساوي صفر، مجموع القوى باتجاه واي راح يساوي صفر. لو الاحظ البكرة سي بها حبلين مو حبل واحد، هاي بنقطعها منها اشوف هاي البكرة سي، هذا الحبل اللي تي وان، هنا اكو تي وان وهنا اكو تي وان، شوف تي وان مرتين يعني اثنين، واللي جوا تي تو، هذا تي تو، فراح يصير عندي هاي الفري بودي دايجرام مال البكرة، مال البكرة تي وان للأعلى وتي وان للأعلى وتي تو للأسفل، فهذول يساوون صفر، فإذا مجموع القوى باتجاه واي يساوي صفر، فاثنين تي وان يساوي ناقص تي تو راح يساوي صفر، شوف تي تو ناقص اثنين تي وان راح يساوي صفر، لأن أنا للأسفل اعتبرته موجب منه الفرضية مالتي، لا أمشي على نفس الفرضية بعد، أنا أقول هاي للأسفل موجبة هاي سالبة، فصير تي تو ناقص اثنين تي وان يساوي صفر، فتطلع لي علاقة بين من؟ بين تي وان وتي تو، تي وان وتي تو، فكل تي تو إيش تساوي؟ اثنين تي وان، أجي أعوضها هنا، فاثنين تي وان يصير اثنين تي وان يساوي 2940 ناقص 150 اي، هاي المعادلة ثلاثة، إذا جبت هاي هنا عوضت عن تي تو بتي وان راح يصير مثل المعادلة رقم اثنين، يعني بيها تعجيل اي وبيها تي وان، أشوف بيها تعجيل اي وتي وان، فمعادلتين ومجهولين ينحلون وتطلع عندي قيمة شنو؟ قيمة التعجيل اي ويطلع التي وان، واقدر بعدين اعوض اذا طلع عندي تعجيل اي، انا عندي تعجيل بي يساوي نصف تعجيل اي، فهذا ضربه بالنص 48 تعجيل بي يطلع 24 زين، تي وان طلعت 840، تي تو ايش قد تطلع؟ ضعفها تي تو، لان تي تو تساوي 2 في التي وان، فتي تو تطلع 1680 نيوتن. عندي ايضا مثال اخر، مثال اخر، هاي عندي بلوكة على سطح مائل، هذا سطح المائل 30، هاي 12 باوند بلوك زين، فروم ريس اند سلايد اون ذا 30 باوند ويج، هسه هاي الويج، هاي الويج همه 30 باون، البلوك هاي 30 وهاي 30 اوكي، which is supported by horizontal surface، هاي يعني اثنين هم ذولي مستندين على سطح افقي، يقول لهم الاحتكاك، احتكاك هنا تهمله واحتكاك هنا تهمله، هو جاي يقول لهم الاحتكاك بكل المكانات مال determine the acceleration of the wedge، وين هالويج؟ زين هاي الزرقة، الويج الزرقة، the acceleration of the block هاي بي relative to the wedge، يقول تعجيل الكتلة بي نسبة إلى الويج، أوكي زين. هسا أولا أشوف احتمالات الحركة، طبعا هاي إذا تريد تصير بها حركة راح تنزلق للأسفل، يعني ما يصير أقول هاي هذه تتحرك للأعلى، دائما شو يصير حركتها وين؟ للأسفل، تصير حركتها زين. زين هاي وحدة، اثنين هاي ويج، هاي الويج اذا صارت بها حركة، اذا صارت حركة فحركتها افقية، هذا الويج اي او الكتلة اي هاي الثانية الزرقاء، اذا صارت بها حركة فحركتها وين؟ تصير بالاكس،
فالاكسلريشن مالتها هورزنتال راح يصير، فاي اي راح يصير موازي للاكس، موازي للاكس، اوكي موازي للاكس. البلوك بي، بلوك بي زين حركتها بهذا الاتجاه، حركتها بهذا الاتجاه، فيعني راح تصير مائلة بزاوية زقيت مائلة بزاوية 30 درجة. التعجيل مالتها، سرعتها، ازاحتها كلها مائلة بزاوية 30. نرسم الفري بودي دايجرام. هذا هسه هذا التفسير المنطقي، اذا صارت هاي بها حركة فحركتها راح تصير وين؟ تصير لليمين، تصير هاي حركتها لليمين زين، فاي اي هذا اتجاهها، اي اي هذا اتجاهها زين. ونجي للبي، اذا صار بيها حركة فالتعجيل بهذا الاتجاه، شوف تعجيلها بهذا الاتجاه، لان هي تنزل بهذا الاتجاه، تنزل بهذا الاتجاه زين. فقلنا الويج تتحرك لليمين والبلوك بي تتحرك بهذا الاتجاه، فذن اثنين هنا اخليهن، يعني التعجيل مال اي ومتعجيل مال بي نسبة الى اي، تعجيل بي نسبة الى اي، فراح يصير بي نسبة الى اي هذا الاتجاه، وقلنا ياخذ نفس الزاوية. فانا عندي قاعدة، عندي قانون، عندي قانون اذا تتذكروا، اي بي شي يساوي اي بي او اي نسبة اي بي نسبة الى اي شي راح يساوي اي بي ناقص اي اي، صح؟ هسه هاي خليها بهذا الطرف وهاي انقلها هناك، شو تقول؟ تقول تعجيل بي نسبة إلى أي يساوي تعجيل بي ناقص تعجيل أي، احنا قلنا هذا قاعدة، فهو خلى تعجيل بي والباقي خلاهم بطرف آخر. نجي أنا عندي كم جسم؟ اثنين، كم كتلة؟ اثنين. عندي الويج بي او الويج اي والبلوكة بي، شوف هاي الويج اي والبلوكة بي، فاطبق عليهم قانون نيوتن مرتين، قانون نيوتن اطبقه مرتين زين. زين ارسم الفري بودي دايجرام للويج، هاي وزن الويج، هذا رد الفعل العمودي N1، طبعا هذا رد الفعل، هذا تأثير من تأثير البلوكة هاي من كانت عليه هنا، من ارفعها راح اخلي رد الفعل مالتها N1، فهاي الN1 هي رد فعل البلوكة B على الويج A. بعد ما عندي قوة يعني احتكاك ماكو، راح يساوي هذا الويج اذا تحركت راح يصير الكتلة في التعجيل، قلنا هاي الانيرشيا، الانيرشيا فورس، انيرشيا فورس. انا هنا هاي الدبليو والان تو شنو عندي؟ هاي بالواي، هذه بالواي، فانا اخذ بس الاكس لان عندي تعجيل بس بالاكس اللي هو اي اي هذا، فهاي راح احللها مركبتين، واحدة بالاكس واحدة بالواي، بالواي تروح واذني يعني بعد ما اخذها، واخذ بس بالاكس حتى اجي اتعامل ويا هذه القوة زين. فاقول summation of fx يساوي maaa زين، ايش عندي انا؟ عندي n، n شنو؟ n sin 30، n sin 30 هاي المركبة مالتها n sin 30 تساوي ام اي في الاي اي، ام اي شو يساوي؟ دبليو اي على الجي، لان هو ناطيني الدبليو، ما عندي انا كتله هنا، ما عندي كتله، فعوضت وزن اي على زين. هنا وش قايل؟ يمكن ناطيني الوزن، ما ادري، ما
ما متأكد، يمكن ناطي الوزن 12 باوند. يمكن هاي شوف، شوف هنا ما قال كتلة، فهاي 12 اعتبرتها وزن حسب القاعدة اللي شرحت لكم اياها. فهاي بيش قد وزنها 12 باوند، وهاي الايش قد وزنها 30 باوند. فهاي 30 على التعجيل يطلع شنو؟ يطلع الكتلة مال الويج. شوف هسه هاي دبليو اي اقدر اعوض عنها 30. زين، هذا ساين 30 نص N1. اوكي، فعندي مجهول شنو؟ عندي مجهول الN1. هاي الدبليو عندي، تعجيل الارضي عندي، واي اي صار بقى عندي مجهولين، الان والتعجيل مع الجسم اي. هسه اروح وين؟ اروح للكتلة الثانية اللي هي بي، قلنا عليها وزن، هذا وزن عليها شنو؟ شوف هاي هي هاي عليها رد فعل منين؟ من اي باتجاهها، فراح يصير بهذا الاتجاه. دائما رد الفعل عمودي على سطح التلامس، هذا هو سطح التلامس، هذا هو سطح التلامس، فرد الفعل يصير عمودي على سطح التلامس. انا فرضت N1، فراح تخلي N1 بس تعكسه بالاتجاه المعاكس. هذا هو، شوفه هذا N1، كان هذا شنو؟ هذا رد الفعل مال الكتلة بي على الويج، وهو نفسه رد فعل الويج على الكتلة بي. شوفوا هذا N1 وهذا N1، نفس الزاوية ونفس المقدار. زين، هاي الويج بها وزن، العفو هذا الكتلة بي بها وزن دبليو بي، وقلنا 12 صح؟ هذا الوزن انا الاكس والواي مالتي راح اخذهم بهذا الشكل، الاكس والواي مالتي راح اخذهم بهذا الشكل حتى يصير هذا المحور عندي تمام، يعني بعد ما احتاج احلله، ما يحتاج احلله فيطلع يوازي هذا. فانا راح اشتغل قانون نيوتن على هاي المحاور، هذا اكس وهذا واي، ما عندي انا باتجاه واي، عندي باتجاه اكس، فهاي الكوساين تروح، دبليو بي كوساين تصير بالواي، فيبقى عندي شنو؟ عندي مركبة بهالاتجاه اللي هي توازي هذا المحور اللي هي بالسالب، بالسالب اللي هي شنو؟ دبليو بي شنو؟ ساين 30. زين، باوع ناقص دبليو بي ساين 30. هسه انا شخذت هاي البلوكة بي summation of x، بس شوف الاكس مالتي هذا اتجاهها، مو عدلة، الاكس مالتي انا فرضت هاي الاكس وهاي الواي العمودية يعني. فشوف هنا حتى السهم يوضح لك وينها اكس الموجبة، اكس الموجبة بهالاتجاه، اكس الموجبة بهذا الاتجاه. فام بي في الاي اكس اللي هو هذا اي اكس، فهنا اخذ بس القوى اللي هي ناقص بي ساين 30، هاي اللي يساوي هناش عندي، هناش عندي، عندي مركبتين، لان هاي وحدة، هاي احللها مركبتين، مركبة بالاكس ومركبة بالواي، فبالاكس يصير عندي 2، وحدة موجبة اللي هي ام بي اي اي، ها ام بي اي اي اللي هي شنو؟ هاي هاي تاخذ كوساين 30، كوساين 30. زين، وعندي هاي سالبة، هاي سالبة اللي هي ام بي في الام بي في الاي بي نسبة الى اي، فام بي اي اي كوساين 30 ناقص ام بي اي بي نسبة الى اي اللي هو هذه. زين، ايش راح يصير عندي هسه؟ ناقص دبليو ساين 30، هاي الام بي
الام بي قلنا شنو دبليو على شنو دبليو على شنو على جي زين اي كوساين 30 اي كوساين 30 ناقص ام بي شوف هنا طلعها خارج قوس ام بي وام بي يعني عامل مشترك اللي هي دبليو بي على جي وبعدين هاي خلاها بين اقواس فحصل هاي المعادلة تعجيل بي نسبة الى اي يساوي تعجيل اي كوساين 30 زائد جي ساين 30 فعندي معادلتين مجهولين عندي تعجيل اي وتعجيل بي نسبة الى اي الباقي كله معلوم هذه ايش عندي عندي الان وتعجيل اي زين نيجي السميشن اوف واي هاي من احللها مركبتين موطتني تعجيل بالاكس فاخذت التعجيل بالاكس وهي القوة بالاكس بعد بيها مركبة هنا بالواي فاخذها وهي القوة بالواي القوة بالواي شنية هي دبليو بي كوساين 30 وعندك ان 1 زين وعندك ان 1 وهنا عندك راح يصير ام بي اي اي شنو في ساين 30 بقى شوف ان 1 هاي الان 1 انا احكي عن القوة هسه ناقص دبليو كوساين 30 ناقص دبليو كوساين هاي خلصت القوة صفحة القوة جهة القوة يساوي هنا شنو عندي عندي هنا راح يصير عندي ناقص ام بي اي اي ساين 30 درجة ابسطها واخذ مشترك الى اخره فراح يصير عندي بس عوضت عن من عن الام بي دبليو بي على الجي زين فعندي ايضا صارت معادلة ثالثة ايش بيها هاي المعادلة الثالثة طبعا بيها اي اي وبيها ان 1 هذه ان 1 وهذه اي اي ايضا هي نفسها هذه زين هسه ان 1 من هاي المعادلة ان 1 شو تساوي تساوي هذا المقدار تقسيم نص تقسيم نص يعني مضروب في 2 يعني ان 1 تساوي 2 في هذا المقدار فانت هسه وين اكو ان 1 هنا ان 1 راح اعوض 2 في هذا المقدار ناقص دبليو كوساين ناقص بي فهنا لو تباوع صار عندك صار عندك معادلة اي اي تساوي هذا المقدار دبليو اي ودبليو بي كلها معلومة شوف دبليو اي دبليو بي ساين 30 كوساين 30 جي كلها معلومة زين فتطلع اي اي تطلع ايش قد 5 أو 7 قدم على الثانية تربيع 5 قدم على الثانية تربيع فأطل أجي وين أجي إلى أي بي وين أروح لكويجن 2 هاي أي أي صارت معلومة عوضها هنا شو يطلع يطلع تعجيل بي نسبة إلى أي هذا تعجيل اي نسبة الى بي ويطلع عندي شقد اي تعجيل بي نسبة الى يطلع 20.5 قدم على الثانية تربيع والزاوية مالته الدلتا مالته 30 درجة يعني مقدار واتجاه هذا عندي مثال اخر مثال اخر بندول يعني فد جسم كتلته ام رابطه بحبل وهذا الحبل طوله 2 متر وهذا البندول اقدر احركه بزاويه يعني اسوي به حركه ف above of 2 متر بندوليوم describe an arc of a circle طبعا هذا راح يصير من يتحرك راح يصير هذا قوس مال دائرة in a vertical plane if the tension in the cord 2.5 times the weight of the bob يقول إذا كان قوة الشد بالحبل هو 2.5 بقدر وزن البوب
زين فور ذا بوزيشن شلون يقول هذا البوزيشن شلون يعني شنو اذا كان هذا البوب بزاوية 30 درجة بزاوية 30 درجة find the velocity and acceleration of the bob in that position البوب يقصد هذا هو هذا الكتلة المعلقة بالحبل الكتلة المعلقة بالحبل زين هسه انا هاي الكتلة المعلقة بالحبل هاي عليها شيء بالحبل هنا حبل فاكو قوة بالحبل ارسم لي فري بودي دايجرام ارسم لي فري بودي دايجرام هاي قوة الشد بالحبل هذا وزن البوب وزن البوب هو شو يقول هاي حتى نستفاد منها هنا يقول if the tension in the cord 2.5 تايم the weight of the bob هسه اول شيء خلي افرض الكتله مال البوب ام هذا كتلته ام نضربه بالتعجيل شطه اعطي الوزن شوف ام جي اعطاني الوزن شوف 2.5 في الوزن اذا التنشن يساوي 2.5 في الوزن هذه الاسفل وهذه يعني طبعا 30 درجه ويا الشاقول هذا هاي القوه الزاوية مالتها 30 درجة ويا الشاقول يساوي هسه انا جاي ارسم الفري بودي دايجرام وقلت لكم هذا الرسم مهم اذا واحد يرسمه السؤال صح يعني السؤال ينحل صح زين هسه انا هنا راح يصير عندي هذا راح اسميه نورمال يعني راح احلل مركبتين هذا قوس مال دائرة قوس مال دائرة فبهالاتجاه اسميه تانجينشال تانجينشال وبهالاتجاه اسميه نورمال يعني حل له الى مركبتين مركبة نورمال ومركبة تانجينشال فهذا ال M A N نورمال وانا عندي شنو عندي M A N M A N فهاي هنا هي صايرة فتتحلل مركبتين هاي تعجيل العمودي في الكتلة وهنا التعجيل المماسي في الكتلة تعجيل المماسي في الكتلة أنا بالبداية هسه قبل لا أحلل يعني إذا واحد يكتبه هيك صح يعني يخلي الانيرشيا فورس اللي هي هاي هي شو inertia force اللي هي بالمثال السابق اللي هي الام في الاي هسه انا قبل التحليل عندي inertia force لان بالطرف الايمن شنو عندي هاي بالطرف الايمن شنو عندي عندي inertia force وين هاي ام في الاي summation of f ام في الاي فانا الام في الاي هي هاي ترى اصلها هسه قبل لا احللها اصلها هاي هاي اصغها هنا يعني ام في الاي وهسه ورا ما خليتها هاي اقول تتحلل مركبتين وحده باتجاه نصف القطر ها شوف هذا نصف القطر باتجاه الان وهذا المماس المماس للقوس مال الدائره مماس للقوس مال هذا ان هذا التحليل هو اساسا الهاي الانيرشيا فورس الانيرشيا فورس اللي تكونت عندي نكتب معادلاته نكتب المعادلات شوف هسه هاي ام اي ان هاي القوة توازيها بس هاي اقدر احللها مركبتين الدبليو وحدة كوساين 30 تصير هنا وحدة ساين 30 تصير هنا يعني توازي هذا يعني توازي من توازي التانجينشال فافرض هسه خلينا نقول التانجينشال فاقول سميشن اوف اف تي مجموع القوى بالتانجينشال هذا هو التانجينشال مجموع القوى بالتانجينشال عندي بس هاي اللي هي ام جي ساين 30 ام جي ساين 30
هاي شوف ام جي، وينها ام جي؟ ام جي ساين 30، هاي ام جي ساين 30 بس هاي القوة. وهناش عندي ام اي تي، ام اي تي زين، اطلع ال اي تي. طبعا هاي ساين 30 نص، وهذه جي صح، وهذه ام، ام صح. ايش قد كتلت يا بابا؟ ما نعطي كتلتها. اوكي، ام تختصر باع منها، هاي الام تختصر وي هاي الام، يعني من الطرفين اختصرت الام، فيطلع عندي التعجيل التانجنشال، هذا التعجيل التانجنشال. وبنفس الوقت اروح شنو، اروح على النورمال. النورمال عندي اثنين، اقول اثنين ونص ام جي اللي هي هاي تي ناقص ام جي كوساين 30، اثنين ونص ام جي ناقص ام جي كوساين 30 يساوي ام اي ان. هم نفس الشيء، هاي بيها ام وهاي بيها ام، اطلع عامل مشترك الام واختصرها ويا هاي الام فتختصر، فراح يبقى بس جي والزوا كوساين الزاويه، فتطلع اي ان 16 او 3 متر على السكند تربيع. هاي طلعت 4.9 متر على السكند تربيع. اي ان شو يساوي؟ اي ان راح تساوي، هسه حسبنا شنو اي تي واي ان، نجي لاي ان شو يساوي؟ الاي ان في تربيع على الار، في تربيع على الار زين. اذا في تربيع شو يساوي؟ الار في الاي ان، ضربت الوسطين بالطرفين، ففي تربيع يطلع هاي الار مطينيها اثنين بالسؤال، مطينيها اثنين، شوف شوف قال ابوب او في اثنين ملي اثنين متر بندوليوم، هذا اثنين متر نصف القطر مطينيها اثنين، فاعوض اثنين واضربها بالاي ان اللي طلعت عندي 16 او 3 زين، واخذ لها الجذر لان هاي في تربيع، ففي تطلع زائد 5 زائد ناقص 5 66 متر، فالفي تطلع، الفي تطلع 5 و 66 زين، اب اور داون يعني بالصعود 65، لان هذا شنو؟ هذا يصعد وينزل، البندول يصعد وينزل يصعد وينزل، فمعناه السرعة مالته نوبة تكون موجبة نوبة تكون سالبة، فبالصعود والنزول فراح يصير عندك زائد ناقص، لأن هاي تربيع، هاي تربيع. الإكزامبل الآخر، الإكزامبل الآخر عندي سيارة، هاي السيارة جاي تمشي على كيرف بالهاي واي زين، هذا الكيرف الراديوس مالته 400 قدم، هاي ثيتا تساوي 18 درجة، هاي اليو طبعا غلط بالطباعة، غلط طباعي، انجل ثيتا تساوي 18 درجة، يعني هاي تمشي على سطح اولا قوس وثانيا مائل، قوس وايضا مو عدل وانما مائل بزاوية 18 درجة زين. The rated speed of the pumped highway curve is the speed at which the car should travel if no lateral friction force is to be extracted on it wheels. يقول احسب the rated speed of a highway، يقول احسب السرعة rated، شنو rated؟ احنا هنا عندنا معدل، يعني معدل السرعة، نجي نرسم، هذا وزن، هذا ردفع العمودي على السطح، اوكي
عمودي 90، هاي زائد 18 هي نفسها هنا تصير 18، هذا N normal وهذا الواي، هذا الواي. هسه انا شو اقول؟ اقول summation of fy يساوي صفر، يساوي صفر زين. R رد الفعل، هاي W زين كوساين، كوساين ثيتا، R كوساين ثيتا، هاي هاي ثيتا اللي هي 18، هاي 18 ناقص W، اسوي جاي يحكي بالواي، شوف هذا الواي زين راح يساوي صفر، فطلعت قيمة R W على كوساين ثيتا. اوكي هسه هذا هنا رسمت السيارة عليها القوى، يساوي السيارة عليها الانيرشيا فورس، واحنا معادلة نيوتن شو يساوي؟ ها هي شوفوا سميشن اوف اف يساوي ام في الاي، فهذا الطرف هو سميشن اوف اف الرسم، وهذا اللي يساوي، وهذا الطرف الثاني الام في الاي، هذا هو الام في الاي ان. هنا طبعا راح يصير عندك اذا هذا تعتبر المحور ان فهذا ام اي ان. هنا ايش عندك هنا؟ هاي من تحللها مركبتين وحده وين راح تصير؟ هاي من تحللها مركبتين، هاي وحده باتجاه الواي ووحده اخرى باتجاه المحور هذا، فراح تصير شنو عندك؟ ار ساين ثيتا، ار ساين ثيتا وينها ساين ثيتا؟ اللي هي هاي هي ساين ثيتا، شو راح يساوي؟ دبليو على جي في الاي ان، دبليو في جي على دبليو على جي هي الام، هاي شوف هي الام وهذه اي ان، هذه اي ان زين. هسه عندي معادلتين صار واحد واثنين، معادلة واحد الار بها دبليو على كوساين ثيتا اجيبها خليها هنا، فصير دبليو على كوساين ثيتا بيش مضروبة في ساين ثيتا يساوي دبليو الاي ان اعوض عنها في تربيع على ار، هاي عندي معادلتها السابقة في تربيع، هاي دبليو تختصر وهاي دبليو، ساين ثيتا على كوساين ثيتا راح يساوي تان ثيتا. اوكي تان ثيتا بيش مضروب بالجي، بيش مضروب بالار صح، وهاي دبليو راحت اختصرت، ففي تربيع تطلع، تطلع تان ثيتا في الجي في الار، تان ثيتا في الجي في الار، اذا جي 32.2 الار 400 قدم وثيتا 30، من اعوضها تطلع عندي السرعة، تطلع عندي السرعة طبعا في تربيع بعدين تاخذ لها جذر يطلع 64.7 قدم على الثانية اللي هي السرعة. وشكرا جزيلا وانتهت الأمثلة على هذا الموضوع.